صحيح ما بقاش في مراسلات كتيرة قوي بالطبع الشخصي، ولكن لازالت المراسلات الحكومية موجودة. بس البريد المصري إن شاء الله يعني قريبا هيطلق خدمة صندوق بريد إلكتروني لكل المواطنين، تهدف لتحويل كافة المراسلات الحكومية بين المواطنين وبين الجهات الحكومية اللي هي تكون ذات طابع رقمي. طيب استاذه نرمين، يمكن حضرتك يعني تحدثتي على الحاجات او المسميات الجديده او الخدمات الجديده سريعا جدا اللي بيقوم بيها البريد المصري دلوقتي، بس خلينا نوضحها بشكل اكبر للمشاهدين. احنا متعودين انه يمكن البريد كان مرتبط معانا بالجوابات، بس دلوقتي اعتقد الموضوع اختلف، ما بقاش زي ما حضرتك قلتي، ما بقاش في جوابات دلوقتي، بس بقى في خدمات تانية كمان مهمة بقينا محتاجينها بشكل أكبر من الجوابات، لأنه خلاص بقى دلوقتي في طرق كتير جدا للمراسلة. عايزة أعرف من حضرتك إيه الخدمات الجديدة اللي بيقوم بيها البريد المصري؟ أولا يا فندم، الخدمات المتطورة للبريد المصري خدمات الدفع الإلكتروني، سواء احتفظ بطاقات خصم مباشر أو بطاقات مسبقة الدفع. عندنا أكثر من 170 خدمة حكومية بيقدر المواطن إن هو يسدد معاملات حكومية لصالح الجهات الحكومية اللي تمس خدماته الأساسية. عندنا خدمات توفير البريد بأعلى عائد على حسابك التوفير في مصر. عندنا أيضا خدمات وصلها موبايل آب، بيقدر أي عميل حابب إن هو يشحن أي طرود داخل مصر أو خارج مصر من خلال الموبايل آب يقدر يطلب الطلب ده. عندنا يلا اب، ده برضو اول سوبر اب في مصر بيقدر المواطن يعمل منه خدمات دفع الكتروني او شراء تجاره الكترونيه من خلال الموبايل ابلكيشن. وقريبا ان شاء الله هيبقى في خدمه بريدي، زي ما قلت لحضرتك لازال لا يوجد مراسلات ذات طابع شخصي، ولكن لازالت الجهات الحكوميه في مراسلات مهمه جدا بين الحكومه وبين المواطنين. ان شاء الله البريد المصري قريبا ان شاء الله يعني نقدر نقول بنهايه العام الميلادي الجديد ده هيطلق خدمه بريدي اللي هي خدمه صندوق رقمي لكل المواطنين. هيقدر المواطن ان هو باستخدام مصر الرقميه انه يطلب اي اصدار حكومي مميكن، وتديله الاصدار مميكن مشفر مؤمن من الجهه الحكوميه، يقدر يستخدمه مع كافه الجهات الحكوميه بشكل رقمي وليس شكل ورقي.